164 مليون هو عدد النساء في الولايات المتحدة، ما يمثل حوالي 51% من عدد السكان. أكثر من الثلثين يملكن حق التصويت. النساء في الولايات المتحدة يمثلن أكبر وأهم مجموعة انتخابية، وفي ظل المنافسة بين كلينتون وترامب إلى البيت الأبيض، هل ستساهم أصوات النساء في وصول أول سيدة إلى البيت الأبيض؟ كلينتون شخصية استقطابية جدا، وهناك ديمقراطيون مفتونون بها ويرغبون في تجسيد فكرة رؤيتها في البيت الأبيض، وهناك جمهوريون لا يستطيعون تصور رئيسة أسوأ أو مرشح أسوأ منها. إذا أعتقد أن الحماس الذي من شأنه أن يكون وراء فكرة صنع التاريخ يبقى مضللا لكونها شخصية تثير الكثير من الجدل. هذه المحللة ذهبت أبعد من ذلك، فإذا لم تكن مسألة عدم المساواة بين الرجال والنساء عنصرا هاما في الانتخابات الأمريكية، لكانت فرص هيلاري كلينتون في الفوز بالرئاسية الأمريكية ضئيلة للغاية. إنها المرشحة الأقل شعبية في تاريخ الرئاسية الأمريكية بعد دونالد ترامب، إلا أن مواقف خصمها ونظرته الدونية إلى الجنس اللطيف تمنحها بعض التقدم. أعتقد أن ترامب بحاجة إلى فهم كيفية معالجة صورته المتحيزة ضد المرأة إذا أراد أن يستقطب الأصوات النسائية. الأدلة موجودة من خلال بعض التصريحات التي تخص النساء والتي أدلى بها في الماضي وحتى مؤخرا، بالإضافة إلى أنه لم يكن واضحا حول بعض القضايا الهامة جدا بالنسبة للمرأة، تقول الصحفية فانيسا ويليامز من الواشنطن بوست. الأمر الواضح أن هيلاري كلينتون وجه مألوف بالنسبة للأمريكيين منذ ربع قرن من الزمن، والكثير منهم يعتبرونها بعيدة عن الواقع وطموحة جدا، كما أنها تجسد الوجه السياسي للسلطة بجميع فضائحها الحقيقية والوهمية. سبب عدم وجود حماس في صفوف النساء للتصويت على كلينتون كأول رئيسة للولايات المتحدة يكمن في أنها لا تمثل المستقبل بالنسبة للكثير من النساء، بل الماضي، ومع ذلك تبقى بالنسبة لمعظم النساء خيارا أفضل بكثير مقارنة مع دونالد ترامب، يقول مراسل يورونيوز من واشنطن.